السلام عليكم. اليوم راح أعمل مراجعة عن لعبة عربية أغضبت الإعلام الغربي. اليوم راح أتحدث عن لعبة أساس الفلوجة. وين نبدأ؟ قبل أن أبدأ بالفيديو، أي شخص أراد أن يعرف قصة اللعبة وتطويرها، عمد مقطع من قبل ويمكنكم أن تشوفوه تحت الوصف. تتحدث اللعبة عن شخص اسمه صالح. هو رجل متدين تربى عند أسرة سليمة في العراق، لكن عندما دخل القوات الأمريكية في مدينة فلوجة قرر أن يدخل في صفوف المقاومة كي يدافع عن وطنه. بدأت مغامرته عن القتال إلى السجن، ومن السجن إلى الهروب الكبير، من الهروب إلى الانتقام. وتنتهي اللعبة باختصار البطل. باختصار، قصة اللعبة جيدة جدا وسليمة، تتحدث عن واقع المقاومين العراقيين في فلوجة أيام الحرب. اضرب يا أسد الفلوجة وادني رأسا معوجة. بالنسبة للجرافيك، فتقييمه صعب شوية، ما تدري على الجرافيك سيء أو جيد، لأن الجمهور انقسم. الأول قائل سيء وفريق مقبول. وبالنسبة لتصميم المراحل فهو جيد ومناسب لأجواء مدينة فلوجة. بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فيه. بالنسبة للصوتيات، فالمؤثرات الصوتية في الأسلحة بضعها مقبول وبضعها لا، مثل الرشاش الضخم. صوت إطلاقي قليل مناسب لشكله. وبالنسبة لأصوات الشخصيات مثل صوت البطل والجنود الأمريكيين فهي مناسبة جدا. أما الأناشيد فهي مناسبة لكل مرحلة، وتعد كما ذكرت مقابل جو المقاومة الواقعية. بالنسبة للجيم بلاي، فلديه إيجابيات وسلبيات. بالنسبة للإيجابيات، في مدة تختيم اللعبة قرابة ساعة مقبول كلعبة مستقلة متواضعة، وكذلك عدد المحترم من المراحل حوالي 8 مراحل غير مرحلة التدريب، وأيضا تنوع الأسلحة والأعداء، وكذلك تنوع الطقس في كل مرحلة، يمكن يكون جو ماطر، طبابي، وشمس، وإلى آخره. وأيضا في اللعبة يوجد أناشيد إسلامية، وهي تعطيك جو المقاومة والواقعية. المستنتج أن المطورين أعطوا تجربة حلوة في الجيم بلاي. وبالنسبة للسلبيات كالتالي، أو سلبية وأهمها هي الصعوبة المجنونة. مهما اخترت مستوى سهل أو صعب لم يتغير إطلاقا. ثاني سلبية هي الفيزيائية المضروبة التي تعرقلك في تقدم في المراحل. وبدون أن أنسى سلبية فلفة، وهي خدمات النظام الحفظ ليس جيد في معظم الأحيان. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين. باختصار، تجربة اللعبة مقبول، ولكن الصعوبة المجنونة والفيزيائية المضروبة لا تعطي لك تجربة أفضل. بالنسبة للجرافيك 1/2، وصوتيات 1.2/2، وجيم بلاي 0.75/2، والقصة 1.5/2. ولا أنسى مقدمة اللعبة تقييمها 1.5/2. وتقييم الأخير لعبة أساس الفلوجة 5.95/10. أتمنى أن يعجبكم المقطع، لا تنسوا باللايك والاشتراك بالقناة ونشر المقطع. مع السلامة.